نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجدد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. فوز مهم ومباراه غايه في الصعوبه، لكن اكيد شوط اول قدرنا ان احنا نحسمه الحمد لله. عندنا شوط ثاني مهم جدا في المغرب، لكن كل الامور دي هنتكلم مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك كابتن سامي، مباراه صعبه ولها تحضيرات كثيره جدا سواء المباراه دي ولا المباراه القادمه، لكن على المستوى العام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كالعاده ليه البصمه وليه الهتاف ايضا كمان غلق مساحات كبير. نادي الرجاء بيحترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، جيم مميز قدرنا نحصل على هدفين مهمين جدا. قيم لنا المباراه كابتن سامي. اولا تحياتي كابتن ايمن ضيوف، وطبعا بقول لهم مبروك. زي ما انت قلت كلمه سر جمهور النادي الاهلي النهارده الحمد لله، اعتقد ان كان جمهور موجود بكثافه كبيره جدا، ادوا اللعيبه دفعه قويه جدا يعني، واعتقد اللعيبه النهارده الحمد لله برده ما خذلتهمش يعني. فرقه مميزه، خلينا نتفق لفرقه كبيره، الفرقه اللي صعدت لدور الثمانيه، فرقة مصنفة في أفريقيا، عندها تاريخ، عندها لعيبة كويسة، عندها بطولات كبيرة في أفريقيا، عندها مدرب برضو عارف يعني إيه إزاي يلعب في أفريقيا. يمكن هم دخلوا الماتش أحسن مننا شوية في البداية في أول 15 دقيقة، لكن الحمد لله بعد كده أعتقد إن إحنا كان عندنا حضور أفضل، توقيت الهدف ساعدنا. الشوط الثاني أعتقد برضو كان إحنا عندنا أفضلية منهم لحد ما سجلنا الهدف، فأعتقد الحمد لله إن إحنا عملنا شوط كويس. زي ما أنت قلت لسه في شوط ثاني أهم وحاسم، عارفين صعوبته وعارفين جمهور الرجاء بنحترمه بنحترم لعيبته، لكن برضو احنا الحمد لله عندنا من الخبرات وعندنا من المواقف اللي احنا مرينا بيها دي ان شاء الله تساعدنا لعيبه يكون عندها ثقه في نفسها كبيره اكتر يعني، وتقدر ان شاء الله نحسم المباراه الثانيه ان شاء الله. كبير جدا بين هذه المباراه والمباراه القادمه على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري وعلى مستوى الاعداد كمان يا كابتن سامي، هتحضروا ازاي لمجموعه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وازاي هتفكروا في مباراه العوده، لان مباراه العوده ليها حسابات كثيره جدا يا كابتن. زي ما قلت لك مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا يعني. جمهور الرجاء من جمهور مصنف في العالم كله يعني، بيدي الفرقه قوه كبيره جدا يعني. اللعيبه اعتقد ان هم فرقه مميزه، عندهم لعيبه مميزه، اعتقد يعني نتيجه المباراه برده كمان هتديهم دافع اكبر، لكن زي ما قلت لك احنا بنلعب على البطوله يعني، والبطل دايما بيلعب في كل المواقف يعني. ممكن ان شاء الله يبقى في اختلاف في شكل الفرقه وفي شكل التنظيم بتاعنا، لان انت عندك افضليه برده هدفين، فلسه الراجل ان شاء الله يقدر يفكر ويقدر ياخد القرار اللي ان شاء الله يبقى مناسب للمباراه. جمهور النادي الاهلي كلمه اخيره على دعمه ومساندته المستمره الحقيقه للنادي الاهلي، ولسه منتظرين منه كتير يا كابتن. بشكرهم طبعا وبقول لهم احنا بنبقى مطمنين وانتم معانا يعني، حتى لو بنلعب احسن فرقه في العالم انتوا دايما بعد ربنا سند لينا، بتدينا قوه وبتدينا ثقه وبتحسسونا ان احنا احسن ناس موجوده في الدنيا كلها. فبشكرهم واتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر نساعدهم ونقدر نفرحهم اكتر واكتر يعني، لان هم يستاهلوا كده يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. فوز مهم جدا بالتاكيد يا كابتن ايمن، نتيجه مهمه يا رب ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي قطع شوط كبير جدا في المباراه الاولى، المباراه القادمه لها كل الحسابات ولها ايضا كمان كل الافكار لمستر مارسيل كولر. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي ويكون بطاقه التاهل من المغرب. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.